بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ها أنا ألتقي معكم مجددا في هضاب تي في، هذه القناة التي تحاول قدر الإمكان أنها دائما تعطي نصائح مهمة للإخوة والأخوات المواطنين، ولذلك وحتى إن كان وعي المواطن في درجة مهمة، لأننا نشاهد بأن الحالات قد ارتفعت بشكل مذهل والجميع يعاني، وخاصة نحن كما يقال في فترة لوبيك، يعني ذروة، ولكن هذه الذروة لسنا نعلم بما هو خفي عند الله عز وجل، لذلك ارتأينا أن نجول ونصول في بعض النصائح التي قد تهم المواطن الكريم. ففيما يخص الحالات التي نشاهدها الآن، والحمد لله نرى بأن الكثير من الإخوة والأخوات واعين الوعي الكبير بأن الفيروس، وكما تحدثت كل الصحف، كل الجرائد، كل وسائل الإعلام فيما يخص هذا الفيروس الموجود اللي هو فيروس الدلتا، وهذا ما يخليناش بأننا نتراخى ونقول باللي أن الدلتا هو سريع الانتشار وأقل خطورة من الفترة التي مضت، لكن دائما تبقى وسائل الحيطة والحذر، وسائل الوقاية اللي هي استعمال الماء، الغسل اليدين بصفة جد مهمة، لأن في بعض الأحيان كاينين أشخاص اللي يخليوا غير لجال، ونقولوا باللي لجال لا يأتي إلا في حالات عدم توفر المواد الطبيعية مثل الصابون والماء. كذلك الشيء اللي ركزوا عليه وهو عدم الاختلاط، لأننا وشاهدنا في الآونة الأخيرة وبكل صراحة كثرة الأعراس، الأعياد، الحفلات والجنائز، لا يسع الإخوة المستمعين والمواطنين بأننا نحتار لما نشاهد جنائز فيها عدد كبير من المواطنين، وأن الميت رحمه الله، والآن بهذه المناسبة أترحم على كل الناس اللي توفوا، والوفاة كانت سواء عن طريق طبعا هذه الجائحة أو بعض الأمراض. لا ننسى بأن في الجنازة نشاهد الكثير والكثير من الاختلاط. كذلك في الآونة الأخيرة أخذت بعض التدابير مثل غلق الأسواق الأسبوعية، غلق مراكز الترفيه، غلق المقاهي، غلق أنواع البيتزات وما شابه ذلك، وهذا كله يرجع لأن الدولة الجزائرية تحاول قدر الإمكان أنها تحمي صحة المواطن، وهذا التراخي كلفنا الثمن الغالي، لأننا شاهدنا امتلاء إن صح التعبير المستشفيات وكذلك المصحات، وجود عدد كبير من المرضى في ما يخص التحاليل الطبية وكذلك مراكز الأشعة، سواء كانت في المستشفيات أو عند الخواص. لذلك كون أن نلجأ إلى النقطة المهمة اللي هي الحذر والحيطة من طرف الجميع، حبذا لو أننا لم نزر أهلنا ولم نزر عائلاتنا سواء خلال ما فترة ما قبل العيد أو بعد العيد. لذلك لا يسعني إلا أن أقول بأن الآن ونحن اليوم رانا في قمة الحالات والإصابات، لذلك علينا أن نكون حذرين جدا جدا. شاهدت في الآونة الأخيرة ولاحظ الجميع وخاصة الأطباء والمختصين في الصحة بأن هناك تهويل كبير فيما يخص الذهاب إلى المراكز اللي فيها التحاليل الطبية، وحتى الناس ماشي فاهمة ما هو التست أنتيجينيك، لا سيرولوجي، لو بي سي آر، لأن هذا دائما نقول للإخوة المواطنين لا تهويل، وليس الهدف الجري من وراء ان تيست اللي هو بوزيتيف ويقدر يكون نيجاتيف. اقول بوزيتيف يعني كاين الناس اللي يقدر يروح يدير لو تيست ويلقى نيجاتيف مع انه فيه المرض، لانه بكل بساطه فتره
استعمال فترة القيام بهذا التحليل كانت خاطئة، لأن هناك تحليل خاصة ولا يعلمها إلا أصحاب العلم وأصحاب المخابر.